الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد جاهزا للصلاة، لا يؤخر الوضوء والطهارة إلى المسجد. يمشي أو يركب، والمشي أفضل. يمشي في سكينة ووقار، سكينة في الحركات ووقار في الهيئة، يعني لا يأتي المسجد وهو يهرول وهو يجري أو مشمر أو يرفع الصوت مثلا بالكلام في الجوال مثلا. فإذا أتى إلى المسجد ترك الدنيا خارج المسجد، لا يدخل بالدنيا إلى المسجد. فالمساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء ولا إنشاد الضالة ولا حديث عن السياسة ولا حديث عن الدنيا ولا اللعب في الهواتف التي أشغلت كثير من الناس، هدانا الله إياهم.